بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما سبق تم منح الباحثين عن عمل بمنحة البطالة والمقدرة ب13,000 دينار جزائري أو 1,300,000 بهذا المفهوم، وطبعا سيتم الانطلاق في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة كما سوف قرأنا مسامعكم مواد في هذا الموضوع من موقع النهار، حيث أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الانطلاق في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة بداية من شهر جانفي. بمعنى الأشخاص الذين يحوزون على منحة البطالة أو لديهم منحة البطالة وكل شهر يأتيهم 1,300,000 بهذا المفهوم، طبعا سوف يتم زيادة منحة البطالة كما ذكر في هذا الإعلان، ويأتي ذلك في هذا الموضوع عفوا، ويأتي ذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن رفع قيمة منحة البطالة من 13,000 دينار جزائري أو 1,300,000 إلى 15,000 دينار جزائري أو 1,500,000 ولا 1,500,000، طبعا دينار أو 15,000 دينار جزائري شهريا. كما تؤكد وزارة العمل أن الوكالة الوطنية للتشغيل ستقوم بصب المستحقات في تاريخها المعتاد. طبعا كما نعلم جميعا أنه أو أصحاب ليس جميعا بالنسبة كما يعلم أصحاب البطالة جميعا الذين يستفيدون من منحة البطالة أن هناك وقت معتاد لصب منحة البطالة، ألا وهو اليوم 28 من كل شهر، أي 28 من كل شهر كما ذكرت لكم، تصدر الإشارة إلى أن استحداث منحة البطالة جاء بقرار من رئيس الجمهورية تكريسا بالطابع الاجتماعي للدولة، ويأتي ذلك في إطار دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل وضمان أساسيات العيش الكريم لهم من خلال دخل يضمن تغطية احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل. بمعنى وهذه البطالة التي منحت، طبعا سواء كان هذه البطالة التي منحت لكم هي كانت بمقدار 13,000 دينار ومن ثم أصبحت 15,000 دينار في إطار أنه يضمن لكم العيش، أو أنك بمعنى أنك تصرف على روحك وتدير فليكسي ولا إلى غير ذلك من الأمور، تشري حاجة تأكلها إلى غير ذلك، تشري لبسة. طبعا داروها لكم منحة البطالة، طبعا ومنحة البطالة كما هي حاجة مؤقتة، كما طبعا معناها ما هيش حاجة طول عمرك تدي فيها بهذا المفهوم. بمعنى أن منحة البطالة في حال ما إذا جاتك خدمة أو جاك عمل، والله يطول في المنداور، والله طلعت في المنداور بمعنى أنك جابوا لك خدمة، طبعا راح ينحوا لك البطالة وتتوجه للحياة العملية. بمعنى لا يذكرك لكي لا يظن البعض أن هذه خلاص معناها تحسب على طريق ولا غير ذلك من الأمور. هذه البطالة هي عبارة عن أن منحة مؤقتة، في حين ما إذا عيطوا لك في المنتدى وقالوا لك رايح كاينة خدمة ولا تطلق ليك ولا إلى غير ذلك من الأمور، طبعا وعليه لازم تروح تخدم على روحك بهذا المفهوم. ومن لا ما يخدمش على روحه، بمعنى أنه الإنسان اللي جاته خدمة مرة واثنين ما خدمتش ينحوله البطالة وكان حاب ما يخدم. هذه هي طبعا لكي لا يظن، هناك الكثير من الأشخاص لا يظن هذه البطالة هي عبارة عن الجورني تاعو ولا غير ذلك من الأمور، ولا لانطريط ولا مانيش عارف. وعليه فإن ما تأخذ بالحسبان ما تضرب في حسابك بهذا المفهوم أن هذه البطالة هي حاجة مؤقتة. هناك ملاحظة بالنسبة للبطالة، كاين أشخاص داروا البطالة، شراوا دراجة نارية والدراجات النارية قعدوا كما يقولوا يجبروهم على أنهم يديروا لاسيرونس، دار لاسيرونس بمعنى نحولوا البطالة. هذه نقطة لازم تدوها في الحسبان. إذا كان عندك منحة البطالة، وإذا كان عندك منحة البطالة وعندك دراجة نارية أو موطو بهذا المفهوم،
إذا كان دكتور على طيران راح البطالة. هذا ما أردت أن أشاركه معكم في هذا الفيديو، أرجو من سفير الجميع، وطبعا أتمنى لكم طبعا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.